السلام عليكم. اليوم جبنا لكم جي عصير برتقال. هذه برتقال طيبناها في الماء، كنت انا عندي في الكونجيلاتور. درك موسم الشتاء، درك موسم تسمى موسم تشينا قريب تدخل، نبداو ديروها ان شاء الله تجربوها. هاي طيبناها، غليتها، درت الماء حتى نعمرت الكوكوط، غليتها زوج سوايع. هاي طيبة، ها زوج سوايع، والنار ناقصة ناقصة خلاص. تحطوها طيب حتى تغلي الماء، وبعد تنقصوا للنار وتغلقوا الكوكوط وتخليوها زوج سوايع، كتفي وتلقوها طيبة ان شاء الله. هكذا دروك نبداو. هاي الشيء تاعها، هكذا هذا درك نريحيوها، ما نطيش والو، كل شيء يقعد ثم. اللي ما حبش يدير سكر ما يديرش طول، اللي حب يدير يدير شويه كيما يحب، اللي يدير العسل اللي حب يدير العسل يدير العسل. هنا انا درت كيلو ورطل تشينا، هكذا الطريقة هذه تجي تشينا، الجي تاعها يجي خثر عاقد مليح. هكذا درك نحط السكر هنا، رطل تاع السكر، انا ما نلوحوش كامل، كل واحد شحال يحب يلوح. انا نلوح شوية، نص نص، نخلي اللي يحب يزيد ابري يزيد. هكذا درك هذه نقطع، طيبة جديد. خلي نحط هكذا، هكذا اترك نرحيوه وبليجين يتنحن مليح. او مرحب كي لابيري، نفرغو ديريكت هنا.
نزيد نرحي اللي يبقى. الطرحة نفرغ بالعقل باش ما يسيح مناش. هكذا اترك نزيد الماء ونميكسي باش يدوب السكر. هكذا شبلت الربو باش ما نسيتش هذا. هكذا درك الميكسي باش يدوبس. تترك ياسر لو السكر داب. هاد الجو تاعنا خلاص. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وتدعيوا لنا ان شاء الله. صحه لهنا.